الحمد لله سالينا كتبنا السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحتكم اموركم احوالكم؟ كنتمنى يا ربي كاملين تكونوا بخير وعلى خير وما نقصكم حتى شي خير. المهم بنات لقيتوني اليوم مشيت جبت الفلوس ديالي اللي كانت عند النوتير كامله، الفلوس اللي كنا صافي غنتكاتبوا بها وداك الشيء. كان وقع واحد المشكل ديال خص يعني خص هادوك مالين الدار اللي كانوا غايبيعونا خصهم يكونوا حاضرين، هما كيكونوش في مدينه تازه كيكونوا برا مدينه تازه. مساكن جاوا تعذبوا وجاوا وقفوا معانا الله يسهل عليهم ويسهل لهم على وليداتهم. شوفوا ما تدوش على المشطه اللي كندير، هاد المشطه فوقاش كنديرها ملي كنكون انا مزروبه وما عنديش خاطر نمسح شعري وما عنديش خاطر ندير شي حاجه في شعري. كنهز شعري الفوق وكنخليها خوتي من ما كي حيت ملي كنكون عندي هكا شي حوايج نديرهم مزروبه الشعر كيضيقني. ايوا دابا جيت مور ماما غنهز واحد الروسي ديال شي حوايج وغادي نمشي باش غنقضي واحد الحاجه اللي زوينه، خليكم معايا باش تعرفوها. مور ماما البنات بيضا حيت اكيد رداد الوالدين ما كاينش بحالو ملي كدير كتمشي بالرضاتهم. كون متاكد وكيوافقوا لك على شي حوايج كون متاكد انه الله سبحانه وتعالى ما كيخيبكش. جيت مور لامي مالحنينه ديالي غادي تمشي معايا. يلا سالي داك الامور، جبت الفلوس كلشي باش غادي نمشي ان شاء الله الى كتاب اليوم غادي نبدا استقرار في حياتي. الى كتب الله سبحانه وتعالى غادي نبدا واحد الاستقرار. مشيت خلصت داك الكريديات، شي كريديات كانوا عندي خلصتهم. ايوا ودابا داكشي اللي بقى لي به غادي نرهن واحد الدويره انا نوريكم. هانتوما خوتي هانتوما لا كنخليك نوريك فلوس اختي تبارك الله. هاهي باش غادي ترهن، هاهي ها هي البنات. لا شحال المبلغ؟ لا ما تقوليش، هاهي هاهي الفلوس وصافي. هذا ما كان الغزالي ديالي، المهم هانتوما معايا البنات وداكشي اللي غادي نديرو اليوم. المهم حنا كنعاينو ديك الناس اللي غادي نتكاتبو معاهم وكلشي، حنا كنسيلوهم دابا. راس العز مع الناس طيبين بزاف الله يعمرها. الحمد لله الله يلاقينا مع المحسن منا هادشي اللي نقولو. شوفو شنو جينا كناكلو، شوفو ماما شنو كتاكل. عندو احسن سوسيط هنايا. انا كيعجبني غير في الكاغيط، ما كنبغيش ناكلو في على ما السيد على ما يعيط لنا السيد على حساب ديك الشيء. الا تغدينا عند رضا هنايا في تازا الفوق، عفسو عند واحد خانزو بنيز زويول، جينا كلينا هنايا عند رضا. حميد مازال ما بداش، هاد النهار ما خدامش حميد لحقاش، زعما ما نعرفش يقدر يخدم في العشيه، راكم عارفين حيت كنجريو على هاد الوراق وداك الشيء، ديك الشيء علاش. ايوا جينا تغدينا عند رضا هنايا في الحراش، راه كيعرفوه، راه كاين هو الفوقاني، منو القيصريه لداخل. حدا القاعة فوق القاعة لاصق طيب، عندها الشندو زوين والتعامل زوين وكلشي زوين الصراحة. الله يعمر هذا، والله إلا الله يعمر هذا. إيوا هذا مكان الغزالات ديالي، أنا غناكلهم غير في الكاغيط، مقداش على الخبز، وأصلا مبقيتش كنبغي ناكل الخبز بزاف حيت أنا الغلط دغيا كيبان فيا وأنا مبقيتش بغيت نغلى. دابا غير عرفتي شحال هادي كنت مهبوسة على شي حاجة سميتها الغلط، دابا لا لا. بخير عليكم، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ بخير، صباح النور صباح الورد والياسمين. مهم بنات اليوم الصراحه فضلت نعاود لبس نفس اللبسه ديال البارح باش يكون هكا الفيديو كامل مكمول بنفس يعني بنفس اللبسه، بنفس من البدايات ديالو حتى الاواخر ديالو. كنسينو السيد يمشي يعني يجيب شهاده الملكيه ديال الدار باش غادي نمشيو نتكاتبو هكا ان شاء الله باذن الله. ايوا مهم دابا قلتو لي الله نلبس، ما سدتوش على هذه اللي كندير دابا في راسي، هذه فوقاش كنديرها غادي تلاحظوها معايا. في الايام اللي كنكون مزروبه كنجمع شعري هكا هي باش ما كيبقاش كيضيقني وديك الشيء، وصراحه كتعجبني نكذب عليكم والله الا كتعجبني. يعني الشعر احسن داك السفنجه، بعدا هذه كتجي كيوت احسن ديك السفنجه كتجمعها هكا. مهم دابا لقيتوني مازال ما درت حتى حاجه في وجهي، غنقاد وجهي ما غاديش ندير شي حاجه. تسالات لي ليكرون عاد خاصني نمشي نشريها. شنو اخر تسالات لي؟ تسال لي كلشي. مهم غادي ناخذ غير غادي ندير غير شويه الحجباني ماسكارا فغاجو غوج على ليفغ صافي هادشي غادي ندير. ايوا هذا ما كان البنات. المهم دابا لقيتوني غادي نخرجوا. المهم كنتمنى التيسير وكنتمنى ان زعما
يا بنات، اول حاجه غندير غادي نقرا واحد الدعاء ديال تيسير الامور، ويا ربي الا كان فيها الخير مرحبا، ما كانش فيها الخير فانا دائما ولفت انه بزاف الحوايج ما كيكملوش، ولفت الحمد لله. كان فيها الخير مرحبا و1000 مليون مرحبا. اخيرا غنستقر. الحمد لله سالينا، كتبنا السوارت ديال الدار، اوف الحمد لله يا ربي. عتو ما نكذبش عليكم، فرحت غادي نستقر. الله يا ربي، الله احسن حاجه هي الاستقرار. ابعد شويه على باب داري. اهم حاجه في الدنيا راه هي الاستقرار، راه منين كتستقري اوف عرفتوا على امان حسيت بيه. شوفوا البالكون، وانا دابا ندير لكم جوله في الدار ديالي ان شاء الله يا ربي. كنحمد الله ونشكره، بصح جاتني البكيه. الحمد لله ربي كتب لي واحد الطويره اللي جات بالرزيق ديالها، مدخله من البدايه ديالها بالرزيق ديالها. كنحمد الله ونشكره. درت بيت النعاس جديد، غادي نوريه لكم. اللي جاتني البكيه. المهم غنطلع للسطح، جيت خديت يعني الدار كاينه في السونتر فيل، في السونتر فيل عرفتوا شنو هي السونتر فيل؟ في وسط المدينه. كنحمد الله ونشكره، كنحمد الله ونشكره على هذا الشيء، على هذه النعمه، حيت ربي ما كيبعد عليك حاجه حتى كتكون خير. الحمد لله وحق الله العظيم، الا كنت جالسه غير كندور هكا حتى كنلقى. المهم نوريكم الدار، تنوريكم ندير لكم جوله فيها بلاتي شويه. غادي نجي وندير لكم جوله في الدار كامله من ديبارت لاخر، وغادي نبدا كنجمع الرحيل ديالي باش غادي حامد اجي باش ما نبيعش الدار. كلهم باش كلهم ها شنو فرحان؟ فرحان بزاف. لا الحمد لله، الحمد لله بنتي غيكون عندها بيتها، هادشي اللي كاين. الا بدايه ايوا انا دابا سيت باب داري، وغادي نمشي نقضي الاغراض ديالي، وداك الساعه ان شاء الله في العشيه غادي نرجع لداري. غادي نمشي دابا للدار باش نبدا نجمع الحوايج ديالي. الحمد لله الباب ديالي كنحمد الله ونشكره، وان شاء الله دابا في شحال حالي يا محمد اسامه؟ انا فرحانه حق الله، انا فرحانه. ايوا بالصحه الله يدخل عليكم الصحه الله يبارك. تهضر عجبتك الدار؟ لا واعره تبارك الله زوين الحمد لله. ربي مادام حيد لي عرفت شنو هي، غادي نبقى مهني ما غيدق عليا يلا ديري لي الهضره في الطروش. عيد رحيت الشعر كيساتك سعيد حبيبي الدار. لا والله واعره، لا واعره. ايوا يلا دابا وجد راسك باش غادي نوجدوا واحد المفاجاه لماما وبابا ودارنا، وكذلك غادي نوجد باش تهز معايا الرحيل لدارنا. نصبت النعاس علينا ويلي، انا حق الله الا فرحانه البنات. ما غاديش تحسوا بهذه الفرحه، ما غاديش تحسوا بهذه الفرحه اللي راه فيا قسما بالله. عرفتوا هذه الفرحه اللي راه فيا ديال ليلى؟ الله محمد رسول الله. ناشطه ناشطه انا. الكاب ديالي اللي بزاف بيكم كتسولوني عليه كيجي زوين في اللبسه، عرفتوا ناشطه ناشطه ديال بصح الحمد لله. يلاه يلاه وجدوا راسكم وجدوا راسكم الروتينات اخواتاتي. يلاه 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 ما كاين غير جمعوا صيق وعطينا الشهيوات. يلاه زبرا ماما غادي تحيح عليا في الطوموبيل، وبابا مسكين فرح بزاف عرفتي عجباتو الدار، وقال لي بنتي انت مرضيه ربي ما عمره ما غيخيبك وحق الله. جينا لدارنا غادي انا فراسكم عاد نتغداو. شحال الساعه دابا؟ راه شي 7 راه 5 ديال العشيه، وحنا يلاه غادي نتغداو دابا. المهم اسمحوا لي بعدا. المهم غزالات ديالي الحمد لله والشكر لله كتاب. صافي من الأنف صعيدة، ما بقيتش غتشوفوا داك المشاكل وداك الشيء ان شاء الله بالقدره الالهيه. تلاقيت مع ناس الله يعمر هدار. دار زوينه صغيوره، ولكن داك الشيء اللي بغيت انا يعني في متناول ديالي انا. انا ما بغيتش بعدا، بغيت نقول شكرا لعميتو زوغا على هذا الكاب اللي كيحمق كيجي بن بن بن، كنقولها شكرا عندي. بغيت نقول لكم انه الحمد لله ربي كمل. وشوفوا راه عندي 6 شهور دابا تقريبا ديال المعاناه، من نهار خرجت من الدار وانا كنعاني وانا كنغوت وانا كنبكي وانا كنتومر، وانا يعني واحد ستريس عايشه فيه. بنتي ما مرتاحه، بنتي كتبغي تفرج في التلفازه ما كايناش، بنتي كتبغي تمشى على رجلاتها ميمكنش، بويت صغير ورسادين. الحمد لله
ربي راه شوفوا، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. الحمد لله اننا داكشي اللي كنت باغاه ربي ما كتبوش، حيت خير عليا، حيت الحمد لله كانت واحد الظرف، واحد الموقع اللي حسن، كي كنقولوا حنايا في السونتر ديال المدينه، كاين يعني تخيلوا في السونتر في وسط الشارع في وسط المدينه حدا دارنا، ماما ما تحتاجش طاكسي تجي عندي، غير انا ما نحتاجش الطوموبيل بزاف، نخرج بنتي غير كريستها غير في طوينيبلتها. يعني الحمد لله كنحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، كنحمد الله على كل شيء اللي ربي الحبيب اللي كمل عليا وكمل عليا هذه الفرحه هذه. ما بغيتش انا فيها يعني جاياني واحد الدموع الفرح، باغا نبكي، ولكن انا ما بغيتش نستقبل داري بالبكي، لا غادي نستقبل ديك الدار بصدر رحب. انا رهنت البنات باش تعرفوا، انا رهنت المده ديال 4 سنين، خلصت كل شيء طنان، خلصت الرهينه طنان، خلصت يعني الاخر كل شيء، باش تهنيت من كل شيء. الحمد لله كنحمد الله ونشكره على كل شيء وعلى كل توخيره دار لي وعلى كل سده ديال الباب تسدات لي فوجي وعلى اي حاجه. كنحمد الله حيت ربي كان مكتب لي هاد الدويره، كان مكتبها لي وديديكاس الحنان، حنان مسكينه كانت معايا في الدار في المقاطعه، حنان المقاطعه كانت مسكينه معايا في الدار، دابا عاوتاني حنان المقاطعه معايا دابا، ديديكاس لك اختي حنان من هنا، الله يسهل عليك. ودابا غنبقى ندير لك غير كوكو حنان غير في الدار حيت هداها وباس ليها. كنحمدك يا سيدي ربي وكنشكرك يا ربي، كنحمدك وكنشكرك. داك الجلسه اللي كنا جلسنا باش نفطروا وداك الشيء، كانوا عرفتوا واحد شتو تخيلوا واحد الماساه عشتها، راه ما يمكنش شي وحده غتقدر تقبلها. انا حمدت الله وشكرته عليها حيت ربي كان مكتب لي الخير. دوزت واحد الماساه ديال تماره ديال الدار، بنتي مشرده ما كنطيب ما والو، كناكل غير ماكله الزنقه، مرضت نفسيا بزاف ديال الحوايج، واخا تزيرات علينا الحمد لله دابا تحلات، ومازال بيبان اخرين غيتحلوا في وجوهنا. الله يجعل سيدي ربي يدير لنا تاول ديال الخير. وغدا ان شاء الله فيديو ديال غدا غادي ندير لكم جوله في الدار باذن الله، غادي نبدا لكم الدار من الدخله ديالها حتى الخرجه ديالها، وغتكونوا معايا في جميع الرحيل وغتكونوا معايا في كل شيء. كنحمد الله ونشكرو، كنحمد الله ونشكرو. غادي نقول لكم من هذا الفيديو، شوفوا هذا الشيء اللي داز عليا انا خواتاتي، ديروه في عقلكم انه ربي راه ما كيدير لنا توخيره حتى كتكون فيها الخيره. ديروه في عقلكم ان الا كانت شي حاجه ما مكتبه لكمش واخا طير وتنقزوا الضرب وما عرفتش شنو وقع، ما مكتبه لكمش، كانت شي حاجه مكتبه لكم واخا نتوما تطوروا وجهكم عليها هي غتكون مكتبه لكم، كونوا متاكدين. شوفوا تاكدوا تاكدوا تاكدوا، والله العظيم انا ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لكم هذه الفرحه ديالي، ما بغيتش نبكي، بالعكس من انا صعيدا الطاقه الايجابيه. تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.